أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس عبد الله غراب أن قرار إلغاء التعاقد مع شركة شرق المتوسط والخاص بتصدير الغاز لإسرائيل هو إجراء لا يخرج عن كونه خلافا تجاريا ولا تحكمه أي اعتبارات سياسية، كما أنه لا يعكس أي توجهات من قبل الدولة. كانت الهيئة العامة للبترول قد أعلنت أن الشركة الوطنية للغاز المصرية قد أبلغت شركة شرق المتوسط للغاز والتي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل بإلغاء التعاقد معها بسبب عدم وفاء الشركة المعنية بالتزاماتها في التعاقد.